السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين شهيوات أم العربي. اليوم غادي نوجدو مع بعضياتنا واحد فخيضات ديال الدجاج في الفران بلا مطرد والأعشاب المنسمة. هاد الفخيضات تيجيو زوينين ولذات بزاف. تابعوني مع الطريقة. غادي نحتاجو في المقادير الفخيضات ديال الدجاج هادو غير على حسب عدد الأشخاص. نحتاجو واحد المعلقة كبيرة ديال لاموطارد، نحتاجو واحد 3 دريسات ديال الثومة محكوكة، نحتاجو شوية د الملحة، شوية د البزار، شوية د الكمون، معلقة كبيرة ديال الأعشاب العطرية، معلقة صغيرة ديال الزعتر، وطبعا غادي نحتاجو واحد 50 مليلتر ديال زيت الزيتون، أي ما يعادل واحد 4 كاس من زيت الزيتون. الطريقة غادي ناخد مباشرة الإناء اللي غادي نطيب فيه هاد الدجاج ديالنا في الفران بحال هكا، وغادي ندير فيه الفخيضات ديالنا طبعا بحال هكا، وغادي نرمي عليهم العطريه اللي ذكرت ولا المقادير. غادي ندير قلت لكم شويه د الملحه، شويه د البزار، شويه د الكمون، معلقه كبيره من الاعشاب العطريه، ومعلقه صغيره من الزعتر. غادي نفرغ هاد المكونات هنا، غنضيف عليهم الثومه بحال هكا، غنضيف هذوك 50 مليلتر اللي قلت ديال زيت الزيتون، اما يعادل 4 كاس، هو اللي غادي يطيب لينا فيه. كيجي ولداد بزاف، غير جربوهم وخفاف. وغادي نزيد طبعا معلقه كبيره ديال لاموطارد. بعد ما درت المكونات كما شفتوا، دابا غادي نضيف واحد المعلقه ديال لاموطارد تكون كبيره مزيان كيف ما كتشوفوا. ندخلها في هذه الفخيضات ديالنا، كيجي منسم زوين مع الاعشاب. هي فكره ديروها للعشاء ولا حتى الغداء، ديروا كميه كبيره ونقدموه مع البطاطا مشرمله في الفران ولا الروز ولا الشلاضة، يعني كاين بزاف معاش نقدموهم. دابا غادي نخليهم بحال هكا مرقدين، غادي نخليهم يباتوا ليلة كاملة، وانتوما الا درتوهم في الصباح ممكن تخليهم على الاقل واحد 3 سوايع حتى يترقدوا مزيان. وغادي نغطيهم بالبابي فيلم، بالبابي سولفاريزي، وعاد ندير البابي المنيوم من الفوق، ولا ما كانش بلاش ندير غير بابي سولفاريزي، وندخلهم الفران يطيبوا. ومني غادي يطيبوا غادي نتلاقاو باش نقدموهم بالصحه والراحه. الفخيضات ديال الدجاج ديالنا من دخلتهم الفران وتحمروا، هذا هو الشكل النهائي ديالهم، هكا كيف كيجيو، يعني خصهم يتحمروا مزيان. دابا غنديرهم في طبق التقديم، وطبق التقديم انايا درت فيه كيف كتشوفوا غير ورقات ديال المعدنوس، وغادي نستف الفخيضات ديالي فيه ونقدموه مصحوب بشويه ديال لامايونيز وبيان لاموطارد. المهم اللي بغيتو، انا غندير شويه ديال المايونيز. الفخيضات ديال الدجاج ديالنا مني درتهم في طبق التقديم بحال هكا، ورافقتهم مع شويه ديال المايونيز. نتمنى الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وخصوصا الاخوات اللي طلبوا مني وصفات بالدجاج. نتمنى طرقكم وتنال الاعجاب ديالكم. الا عجبت الوصفه ديال اليوم ما تردوش ديروا لايك للفيديو، واشتركوا بالقناه ديالي باش دائما توصلوا بكل جديد شهيوات ام العربي. ما تنساوش لايك 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 كيف ما كنقول دائما، وخليوا لي كومونتير ديالكم اسفل هذا الفيديو، لانني راه واخا ما تنجاوبش على الاغلبيه، لكن راه كنقرا كل لي كومونتير والتعليقات ديالكم كنقراها كامله، وبناء عليها تنزل الوصفات. اذا ما تحرمونيش من التعليقات ديالكم باش هكا تساعدوني كيفاش في تحضير الطبقات القادمه بحول الله، والى وصفه قادمه بحول الله.